tout de suite لصحة صغيرك. صحة صغيرك. حرك بدنك لصحة صغيرك. شفت كيفاه ما يركحش ما يركحش دوب ما يسمع لحنك هي قاعد يتعمل ينقز عليه. صحة صغيرك بعماد بوانتيانا والموقع الطبي في تونس والوحيد يتلقى فيه أقرب طبيب ليك وتاخذ معه موعد على الإنترنت. Good job mom. Sister. جوست أنتم تحبوا تقولوا. Good job. المريول مريول شو اسمه هو قيس رقيز نعود مرة أخرى. شوف شكون من الأولاد كان أنت في الكاميرون وعندك شكون هنا في تونس يبعث لنا عايشك يفهم معروفة بلاصتها يفهم معروفة وحتى داري زيد النجم نعطي عنوان. اليوم في ساحة صغيرك باش نحكيو على فقر الدم عند الأطفال. تحضر معنا أخصائي التغذية أميمة الريحي. أهلا وسهلا مرحبا بيك. عسلمة وجهها. كيف الحال؟ الحمد لله يعيشك. كيف الحال؟ لاباس عليك صحتك لاباس؟ الحمد لله. محليك محلى حضورك. عايشك محليكم أنتم هكا لوبياناتخ والجو ميرسي لوبياناتخ وهاني ندز ونعارك على البفتات وجيت قارب رجع قارب دالي قالوا شو بدخلك في البيانات في الماليزا خاطر هذا بيانات راك القوارص هذيك يلا يا سيدي شنو هو فقر الدم عند الأطفال؟ هو كيما فقر الدم عند الكبار معناتها الهيموغلوبين تكون طايحة في الدم تو سامبلومون وقت اللي يعمل تحليل يلقى لوتو نتاع الهيموغلوبين طايحين في الدم. نعرف الناس الكل اللي الهيموغلوبين هي اللي تنقل الأكسجين في الدم. قل لي كيفاش نعرف اللي صغير يعاني من فقر الدم شنو هما لي سامبتوم اللي نجم نشوفه؟ باهي دونك احنا ديجا كي نقولوا الهيموغلوبين هي اللي تنقل الاكسجين في الدم كان هي باش تكون طايحه الاكسجين ماهوش باش يتنقل نورمالمون في الدم دونك ديجا باش نلقاو اعراض كيما التعب كيما الفشله كيما الدوخه كيما قله التركيز. دونك ساعات تلقى صغيرك في القسم ولا انت تشد قري فيه ماهوش مركز راهو ينجم يكون هذيك معناتها من اعراض فقر الدم مش بالعانك اللي يعملها عرفت صغار لا فما اللي بالعاني فما واللي يثاب واللي يتكسر ويعملوا بالكل فوالا وفما اللي بالحق معناتها عنده مشكله في التركيز وفما اكثر حاجه اللي احنا بتاتر ما نعرفوهاش الصغير اللي ياكل التراب ولا ياكل الرمل ولا ياكل معناتها هكا ياكل حاجات اللي ما تتاكلش نون كوميستيبل تبشير دونك هذيك راهو ينجم يكون من اعراض فقر الدم دونك يلزمنا نهزوه للطبيب باش يعمل تحاليل. داكوغ الفحم زاد فما شكون ياكل الفحم اي خاطرك الحاجات اللي ما تتاكلش اي حاجه كوميستيبل اي حاجه ما تتاكلش ما لا لعب تحسوا كليها في صغر ولا حاجه الدواء ياكل في الفحم نتاع الشيشه. اسباب فقر الدم عند الصغار كي نقولوا الصغير نورمالمون تلقاه الوالدين يبداو الماكله متوازنه فما الخضره فما الحم فما الغله بيه والله مش ديما خاطر توا لا توندونس هو فما حاجتين راهو فقر الدم يا اما تغذيه غير متوازنه توا راهو في الصغار معناتها ها كشري البشكوت واشري جو ابعدني بركه معناتها هز الفلوس واشري شنو تحب فما الحاجه الاخرى اللي في ديفيرسيفيكاسيون معناتها الصغير البيبي وقت اللي نحيو له الحليب وباش نبداو ندخلوا له الماكله بشوي بشويه الماكله هذيك ما تدخلش كونفينابلومون والا كيما لازم على خاطر يلزمنا نعرفوا اللي الصغير ياخذ الحديد عنده دي ريزيرف معناتها ستوك نتاع حديد من عند امه من الحبيله الستوك هذيك يوفى تقريبا في 9 أشهر دونك من 9 أشهر يولي عامل على الماكله اللي باش يجيبها معناتها اللي باش تعطي نعطيوه له نحن اوترومون دي كان الماكله هذيك ماهيش متوازنه باش يلقى عنده مشاكل نتاع فقر الدم. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ينجم يكون عنده مرض اللي هو عامل فقر الدم معناتها يا اما عنده دي سينيومون مثلا في تيوب ديجستيف واحنا مش فايقين به عنده امراض مزمنه معناتها كيما القصور الكلوي عنده امراض نتاع اللي تسبب له مشاكل في الامتصاص كيما المالادي دو كرون دونك عنده حاجه باثولوجيك مرض اللي مخليه عنده فقر الدم دونك يا اما تغذيه غير متوازنه والا عنده مرض يسمى عادي عليه. به هذا كيفاش يتم تشخيص فقر الدم؟ به كيفاش يتم التشخيص؟ سهل على الاخر تحليل معناتها انت كي تلقى عندك كي تشك في صغيرك عنده فقر الدم وعنده حاجه من الاعراض اللي سميناها تهزو للطبيب المباشر نتاعو وهو يعطيه تحاليل. التحاليل هي الوحيده اللي تنجم تكونفيرمي لنا اللي الصغير عنده فقر الدم. فقر الدم به علاج فقر الدم؟ به علاش فقر الدم وقت اللي يعمل التحاليل كيما قلنا الطبيب المباشر باش يعطيه المكملات الغذائيه نتاعو والا تو سامبلومون باش يكون معناتها يلزمنا اون تريت لا كوز معناتها كاين عنده مرض من الامراض اللي حكينا عليها يلزم ناخذ الدواء وكاين عنده مشاكل في التغذيه يلزم ياخذ الماكله اللي معناتها سولون لي بوزوان نتاعو قداش يستحق حديد في النهار. داكوغ
باهي برشا معناها ال ال ما فماش كيف ما نقولوا حاجه ماجيك للصغير معناها يلزمه جوست ياكل ماكله متوازنه فوالا يلزم ياكل ماكله صحيه يلزمنا نعرفوا الماكله اللي فيها الحديد أي. اللي هي فما حاجات نعرفوها من الناس الكل كيما العدس كيما السبناخ كيما الكبده نتاع الدجاج ولا علوش فوالا هذه الحاجات اللي نحب نسال عليهم جوستما فوالا فما حاجات اللي ما نعرفوهمش كيما مثلا الدرع راهو فيه برشا فيغ فيه برشا حديد اما ما يلزمناش نخلطوه بالحليب الدرع يتم وحده مش بالحليب خاطر الحليب فيه الكالسيوم والكالسيوم ما يخليش الامتصاص نتاع الحديد يكون بالصحيح فما القرنيت مثلا اللحوم الحمراء ولا البيضاء زيدا مش على خاطر دجاج ولا اسكالوب معناتها ما فيهوش حديد با دو تو الحاجه الاخرى اللي نحب نواصي عليها اللي كيما قلنا الحديد راهو بليت شويه معناتها فما حاجات اللي تعاون في الامتصاص نتاع الحديد وفما حاجات ما تخليش الحديد يصير الامتصاص نتاعو توا الصغار مغرومين بالتي نشوفوا وقت الفطور ما عجبكش والله يحطوا كاستي ويشربوا هذيك راهو تيزانه نبدلوا حتى تيزانه نفس الحكايه يلزم او موي بعد التي ولا تيزانه دو بريفيرونس ما يشربش معناتها سورتو التي الاحمر توا اما حتى كان باش تعطيه شويه راهو يبعد على الماكله ساعتين ولا ثلاثه سوايع مع الفطور نعطيه فيتامين سي كيس جو دورون شويه سلطه مشويه مثلا الفلفل فيه برشا فيتامين سي عصرة قارص على اللحم معناتها الحاجات هذوما اللي يعاونوه في الامتصاص بتاع الحديد به شكرا لك بارك الله فيك حاجه واحده كيفاش ان يتم الوقايه ساعه باش ما نوصلوش لطف عليهم فقر الدم الوقايه دونك ديجا معناتها يلزم ياخذ يتبع نظام حميه غذائيه متوازنه الحاجه اللي نحب نقولها نردوا بالنا من الحديد من الحليب عند الصغار خاطر جينيرالمون الصغير بعد وقت اللي ندخلوا له نبداو ندخلوا له في الماكله ديما يقعد يطلب الحليب وديما يحب برشا حليب دونك وقت اللي ياخذ برشا حليب ما عادش يجوع دونك ما عادش يجوع باش يكون عنده معناتها ما عادش متوازنه الماكله نتاعو ما عادش باش ياكل يجيب الكميات نتاع الحديد اللي حاجته بهم دونك ماذا بينا ديما ديفيرسيفيكاسيون تصير عند طبيب التغذيه والا عند الطبيب المباشر نتاعهم شكرا ليك يعطيك الف صحه بارك الله فيك اميمه ريحي اخصائيه التغذيه شكرا ليك على الحضور شكرا على المعلومات هذه الكل.